احنا بنتكلم على نجوم كبار، ممثلين كبار، بنتكلم عن نجم كبير في الاخراج زي الاستاذ احمد الجندي طبعا. وانتوا طبعا لما بيحصل ارتجال من الفنانين ده بيكون عن طريق مين؟ يعني بتوجيه من مين؟ او يعني لو الارتجال مدروس بيبقى عن طريقكم ولا عن طريق المخرج ولا اقتراح من الممثل؟ يعني ده بيطلع في البوفوت، يعني مثلا بنعمل بوفا ففي حد جاله حاجه فبيستأذن استاذ جندي فبيقولها فتمام ظبطت خلاص هي بقت موجوده. مع البوفات والحاجات حد بيظبط عليها حاجه فمن هنا لهنا بتبقى ايه خلاص بقى في سيكونس او منطقه مثلا هنا. يعني بس دي يعني في ساعتها بتبقى كده. في العرض بقى بتبقى على حسب، يعني في مثلا اتقال النهارده لظروف معينه حصلت مش شرط انه يتقال بكره لو ما اتحققتش نفس التركيبه، يعني مش شرط انه يتثبت. على حسب، في حاجات بتبقى خلاص هي حلوه فعلا من كل النواحي، مفيده للعرض وضحكها حلو ومخليه الايقاع احلى، فتمام هي دي ما حدش هيبقى عنده معاها ازمه. يعني واحنا مع بعض دلوقتي في العالمين وتحديدا في نورث سكوير، شايفين العالمين ازاي في يعني السنه الثانيه او النسخه الثانيه من المهرجان؟ الوضع اختلف تماما، يعني التطور سريع جدا، يعني الطفره اللي بتحصل بسرعه وبشكل ملحوظ، ف حاجه تبسط قوي، يعني حاجه تبسط ان احنا بنتطور بالشكل ده بالوتيره دي بالتفاصيل اللي بتحصل بكل حاجه سواء فنيا يعني سواء على مستوى السياحه سواء حاجات كتير، فالواحد مبسوط جدا كمان. ايه رايكم في مسرح يو ارينا والتنظيم بتاعه والمواصفات العالميه بتاعته؟ اتفاجئنا طبعا ان المسرح ده موجود هنا في العالمين، مسرح تجهيزاته كبيره جدا كانه في مكان يعني مهم زي اللي في موسم الرياض، زي اللي في القاهره، زي اي مسرح في موجود في اي مكان. تجهيزات حلوه جدا، الناس كويسه جدا، التنظيم فوق الوصف، يعني عايزين نشكرهم طبعا، نشكر الشركه المتحده ونشكر هيئه الترفيه طبعا.